حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج 112 التابع للإدارة العامة للإطفاء. اليوم راح نتكلم في حلقتنا ومتعلقة في حرائق العماير، ونشوف رجال الإطفاء شلون قدروا إنهم يتعاملون مع هذه الحرائق، خاصة إذا كان الحريق في عمارة ممكن لا سمح الله تصير عندنا مشكلة في إخلاء اللي موجودين، ممكن الأطفال اللي موجودين لا سمح الله يختنقون. فخلنا نشوف رجال الإطفاء شلون قدروا إنهم يكافحون هذا الحريق. ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية الإدارة العامة للإطفاء عن وجود حريق في مبنى بالجابرية مكون من 9 أدوار، والحريق بالدور 8، وعلى أثره تم توجيه فرق إطفاء حولي والسالمية. وعند وصول الفرقة اتضح أن الحريق بالدور 8 داخل مطبخ في غرفة بالمطبخ، وكان الحريق ممتد من الغرفة إلى المطبخ، وعلى أثره تم التعامل مع الحريق من قبل فرقة إطفاء حولي وفرقة إطفاء السالمية، تم توزيعها على الإخلاء وعلى عمل التهوية. بالبداية وردنا بلاغ من غرفة العمليات بوجود حريق بشقة منطقة الجابرية بعمارة مكونة من 9 أدوار، والحريق كان بالدور 8. كان دورنا إسناد مع مركز حولي، شكلنا بموقع الحادث فرقتين مكونة من عملية المكافحة عملية الإنقاذ، وقاموا بدور عملية المكافحة مركز حولي، وبدورنا احنا عملية الإنقاذ قمنا فيها بإخلاء المبنى بالكامل وتهوية المبنى وإخراج المصابين من العمارة نفسها. وكان لله الحمد صادفنا حالة واحدة صادفتنا، مرة مسنة وعالجت عن طريق طوارئ طبية بموقع الحادث، ولله الحمد اقتصرت الخسائر بس بالممتلكات. وأحب أنوه للمواطنين والمقيمين اقتناء كاشف الدخان ومطفأة الحريق لسلامتهم. وصلنا ببلاغ تاريخ 2/5 في وجود حريق بمنطقة الجابرية. فورا توجهت الفرقة موقع الحادث. طبعا وصلنا الحادث بأقل من 5 دقائق، كان المنطقة قريبة منه. أول ما وصلنا اكتشفنا أن الحادث بالطابق 8، وجود دخان كثيف بالعمارة. فقام رئيس النوبة قسم الفرقة إلى قسمين، قسم إنقاذ وإخلاء قسم مكافحة. وصلت فرقة السالمية بعدنا، تمت عملية إخراج السكان بالكامل من العمارة والحمد لله على كل حال. بس اكتشفنا بوقت الحادث في كم مشكلة داخل العمارة، عندنا اللي هي مثل فوهات مو قاعد توصل الماية وضغط كامل للعمارة، فاضطرينا ناخذ من آلياتنا شم هوز نوصل على الهايدرنت عشان نرفع الضغط ونكافح هناك. وتم طلب ضابط قطاع الوقاية على أساس أنه كان في مشكلة في الرايزر، معدات الأمن والسلامة اللي بالعمارة نفسها كان فيها مشكلة في ضغط الماي. فأنا أحب أنوه وأقول إن لازم على أصحاب الملك أن يعملون صيانة دورية على معدات الأمن والسلامة، فالخوف على الأرواح والممتلكات. أنا تهمني الروح بالأول، الروح بعدين الممتلكات، فكل أنت ما تسوي صيانة أنت تساعدنا في عملية المكافحة بأسرع وقت. بالنسبة حق الإصابات لله الحمد ما كان في إصابات من رجال الإطفاء، بس كان في حالة اختناق لمرة مسنة كبيرة السن تم إنزالها، وتم التعامل من قبل رجال الطوارئ الطبية في موقع الحادث، ولله الحمد ما كان عليها شيء.
طبعا من المشاكل اللي واجهتنا بالحريق اكتشفنا الحريق طابق ثامن وطابق عالي يعني يعتبر هناك يصرف بالحريق بالخطر وجود دخان كثيف فتم اخلاء العماره بالكامل من السكان واكتشفنا في حاله اختناق بمرأة كبيره بالعمر تم انزالها قبل الفرقه وعلاجها بنفس المكان قبل طائره طبيه ودور الحريق نفسه اكتشفنا ان الحريق داخل غرفه داخل المطبخ يكون شيء مخالف الحريق الغرفه هذه امتد من داخل الغرفة للمطبخ فأكل المطبخ كله مع الغرفة بالكامل والدخان عبى كل الطابق فاضطرينا نقل العمارة من فوق لتحت عشان سلامة السكان واكتشفنا في مشكلة ثانية أن التانكي والإطفاء تبع العمارة كان مسكر فاضطرينا نروح نشغله واكتشفنا هم ضغط الماء فيه كان وايد ضعيف فقمنا شبكة من آلياتنا هوز وصلنا على هايدرنت مال العمارة والحمد لله ارتفع الضغط مال الماء وكافحنا الشقة وقت قياسي وخلصنا الحادث بدون أي إصابات من تجاه رجال الإطفاء. حارس العمارة أو المسؤول عن المبنى يكون متواجد أثناء الحريق أو أثناء الحادث يسهل علينا بإعطاء المعلومات وتفاصيل بوجود الحريق بأي دور أو نسأل عن الأشخاص. أثناء ما توجهنا الحارس كان موجود بس ومع الجمهور وخاش نفسه يعني ما يبي يعطينا معلومات. بعد ما انتهينا من الحريق سألنا على الحارس وين فاتضح انه موجود وخايف انه يعطينا المعلومات فانا احب انصح كل حراس العماير او المباني تعال لا تخاف عطنا المعلومه ما راح تساعدنا انت في اعطاء المعلومه وانجاز العمل باسرع وقت. ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في الإدارة العامة للإطفاء بوجود حريق في مبنى مكون من 8 أدوار وتم تحريك على أثر فرقة إطفاء السالمية الجنوبي وفرقة إطفاء السالمية وعند وصول الفرق اتضح أن الحريق بالدور الرابع وممتد إلى الدور الخامس وتم توزيع الفرق إلى الدورين، دور الرابع فرقة إطفاء السالمية حريق وإنقاذ وإخلاء وتهوية وفرقة إطفاء السالمية الدور الخامس حريق وإخلاء وتهوية. شلون امتد الحريق؟ امتد الحريق كان في سوء التخزين بالبلكونة بالدور الرابع والحريق كان بالصالة امتد من الصالة عن طريق البلكونة ومن الدور الرابع إلى الدور الخامس امتد الحريق ولله الحمد تم عمل لازم من قبل الفرق ولم يكن هناك أي إصابة ولا حالات اختناق وبوقت قياسي كان الحادث للأمانة. تواجد بموقع الحادث العميد محمد المحميد مدير إطفاء محافظة حولي ورئيس مركز إطفاء السالمية الجنوبي مقدم رفاعي بن علي وتواجد رجال الأمن تسير عملية المرور وتسهيلها ولا شك إخواننا رجال الطوارئ الطبية مع مركز إنقاذ الفني كان متواجد بالحادث. ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية في الإدارة العامة للإطفاء أن نشوف حريق بشقة بالدور الرابع وعلى أثر البلاغ هذا تم توجيه مركزي إطفاء السالمية الجنوبي والسالمية استجابة لهذا الحادث. طبعاً أثناء توجيهنا لهذا الحادث كان في أوقات الذروة في الساعة 1:38 ظهراً. أول معوقات اللي واجهتنا أثناء توجيهنا للحادث هي الزحمة في الطرقات ولكن تغلبنا على المعوقات هذه وأثناء وصولنا للحادث تبين لنا أن الحريق في الدور الرابع وامتد لشرفة والبلكونة الشقة الدور الخامس. أول وصولنا لموقع الحادث تم أخذ التعليمات والتوجيهات من قائد الموقع تم توزيع الفرق والمهام الواجب القيام بها. طبعاً نظراً لامتداد الحريق لدورين تم استلام مركز السالمية الجنوبي لدور الحريق نفسه اللي هو الدور الرابع
بينما فرقة إطفاء السالمية استلمت الدور اللي امتد للحريق وهو الدور الخامس. أول معوقات اللي واجهتنا أثناء وصولنا للحادث هي عدم وجود الصيانة الدورية لأنظمة الحريق المزودة بالمبنى. اضطرينا أن نستخدم طريقة المكافحة أو طريقة فرد الخراطيم العادية من الدور الأرضي لغاية الدور الرابع والخامس. كافحنا الحريق وسيطرنا عليه ولله الحمد ما كان فيه أي أشخاص محشورين في دور الحريق والدور اللي امتد له. تم إخلاء العمارة من السكان وتأمين سلامتهم. بالنسبة للنصيحة اللي حب أوجهها لقاطني العمارات هذه اللي هي عدم التخزين في مخارج طواري وأن مخارج طواري تكون سالكة وآمنة وكذلك تزويد الشقق هذه بكاشفات الدخان اللازمة واللي هي نعتبرها إحنا الحارس الليلي من بعد الله سبحانه وتعالى ونتمنى لكم الأمن والأمان والسلام دائما. ورد بلاغ في غرفة العمليات عن نشوب حريق في منطقة السالمية. عمارة تتكون من 8 أدوار وكان الحريق في الدور الرابع. وعند وصول الفرقة فرقة السالمية الجنوبي انقسمت الفرقة إلى فرقتين وأيضا كان طلعت معانا فرقة السالمية أسناد. فإحنا استلمنا الدور الرابع اللي هو دور الحريق وتم المكافحة، تم إخلاء المبنى وتم عمل التهوية اللازمة في الدور لإخراج الأدخنة والسموم من داخل الشقة. وعند الانتهاء من الحريق تبين أن سبب الحريق كان التماس كهربائي في الصالة نفسها، ذلك أدى إلى تشبع الصالة نفسها لصالة الشقة، تشبعت بالحريق فامتد إلى الدور الخامس. سبب الامتداد كان تخزين في البلكونة والحاجز الخشبي، فذلك أدى إلى الامتداد في الدور الخامس. وبالنهاية أنا أنصحكم دائماً أن لما تموت تشترون الأجهزة الكهربائية تأخذون أجهزة الكهربائية ذات جودة عالية، ممكن تكون سعرها غالي بس أفضل لنا ولكم، وعسى إن شاء الله يدوم الأمن والأمان لنا ولكم. ورد بلاغ المركز إطفاء السالمية من غرفة العمليات المركزية بوجود حريق مركبة داخل سرداب بمجمع سكني، وعلى أثره تم توجيه مركز إطفاء السالمية. وعند وصول الفرقة تبين حريق مركبة واحدة وكان حوالينها تقريبا عدة مركبات، وسرعة رجال الإطفاء في مكافحة الحريق أدى إلى دون امتداد الحريق إلى باقي المركبات، وتم التعامل معها بشكل سريع. وفي نفس الوقت تم عملية الإخلاء من قبل فرقة منقاذ السالمية لإخلاء المبنى احترازيا، ولوجود الدخان داخل المبنى وتصاعده من السرداب إلى الدور الأول والثاني. وكانت العملية في غضون يعني دقائق وبوقت سريع، وقواهم الله على سرعة الاستجابة والتعامل السريع. ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء عن وجود حريق مركبة، وعلى أثر البلاغ هذا تم توجيه فرقة مركز إطفاء السالمية. وأثناء توجه الفرقة موقع الحادث تبين أن الحريق المركبة في عمارة سرداب عمارة سكنية، والأمانة يعني عادة ما تكون حراق المركبات في الطريق العام، ولكن تفاجأنا من الحريق في سرداب عمارة، والعمارة مكونة من سردابين ودور أرضي وميزانين و9 أدوار. وأثناء وصولنا لموقع الحادث تم تقسيم الفرقة إلى 3 فرق، فرقة مكافحة وفرقة تهوية وفرقة إخلاء.
تم الاستعانة بالكاميرا الحرارية للوصول إلى مصدر الحريق أو إلى المركبة المشتعلة، ولله الحمد تم السيطرة على الحريق ومنع انتشار امتداده للمركبات المجاورة. وبالنسبة للدخان كان عملية التهوية واصل الدخان للدور الأول تقريبا، ولله الحمد كان في حالات اختناق بسيطة في موقع الحادث تم علاجها وتم إخلاء العمارة بالكامل وتأمينها والسيطرة على الحريق ومنع امتداده وانتشار للمركبات المجاورة. بالنسبة لحادث سرداب ميدان حولي، عند تلقينا بلاغ كان حريق مركبة، ولما وصلت الفرقة تفاجأنا أن حريق مركبة داخل سرداب مستخدم لمواقف السيارات. فمن أهم المشاكل أو أبرز المشاكل اللي واجهناها بالحريق أثناء دخول الفرقة في المكافحة البحث عن المركبة المشتعلة، كان في عدد من الأشخاص وإحنا داشين وقاعد يطلعون بسياراتهم من السرداب، فهذه شكلت لنا شوي إعاقة. ولكن الحمد لله عند الوصول استخدمنا الكاميرا الحرارية، تم العثور على المركبة المحترقة بوقت قياسي وكافحناها لله الحمد، ما أسفر يعني عن الحمد لله ما في إصابات ولا في ضرر ثاني إلا مركبة واحدة. طبعاً بالنسبة لحريق مركبة داخل السرداب، أكثر المشاكل اللي تواجهنا هي وجود أكثر من مركبة نفس المكان، فحرصنا على عزل الحريق وتبريد على المركبات أثناء عملية المكافحة. طبعاً بالنسبة للإخلاء، قاموا الشباب ما قصروا بإخلاء العمارة من السكان، ذلك لصعود نسبة قليلة من الدخان. والإصابات الحمد لله كانت طفيفة، كان هناك 4 إصابات حالات اختناق تم تسليمهم للطوارئ الطبية وعلاجهم في نفس مكان الحادث. مشاهدينا، يمكن من أهم الأماكن اللي ممكن نحط فيها مطفأة الحريق إنها تكون في البيت، ولكن أهميتها أكثر إذا صار عندنا لا سمح الله أي حريق، وشلون إحنا نستخدم هذه المطفأة. خليكم مع الملازمة أول حامد المرشاد وشوفوا شلون نستخدم مطفأة الحريق. بداية راح نشوف شلون نفعل المطفأة. هي عادة تكون مسكرة ومحطوط الخرطوم فوق. أول شيء راح نشيل صمام الأمان. الخطوة الأولى نشيل صمام الأمان. ثاني شيء نرفع الخرطوم ونبخ بخة في الهواء نشوف شقالة والمشقالة. إذا عطتني البخة هذه معناتها أن المطفأة شقالة. راح نبلش أول شيء بثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون يكافح الغاز ويكافح الكهرباء، ولا طريقة استخدام الخرطوم ماله مثل ما أنتم شايفين يكون طوالي لقضبة خاصة، ما يصير أمسكه من الطرف من الأمام أو من النص، لازم أمسكه من خلال القضبة مالته اللي إيه هي. طيب راح نعرف شلون نكافح. إذا مثلا عندي هذا الحريق راح أجدم لغاية درجة حرارة يتحملها جسمي، لغاية تقديريا طبعا لغاية درجة حرارة يتحملها جسمي، ولما أبي أكافح أكافح من تحت إلى فوق. طريقة المكافحة مثل ما أنتم شايفين مع رجل المكافحة يكافح بالحريق، رجل المكافحة كافح النار، ولازم تكون ضغطة واحدة على المطفأة وهو يكافح يرجع بظهره 3-4 خطوات لغاية ما إنه يكون هو في موضع الأمان ويحط المطفأة في مكانها ويرجع. إذا طفت النار خير بركة، إذا ما طفت النار على طول يتم البلاغ عن الحادث. الحين عندنا المطفأة الثانية اللي هي مطفأة الفوم، واللي تستخدم المواد السائلة. اللي تستخدم المواد السائلة ولازم تضرب في جسم صلب عشان تنزل من فوق لتحت وتغطي. طبعا مثل ما قلنا الخطوات، افتح زرار الامان واشيك بخه في الهواء انه اذا اشتغلت اوكي تمام، اروح اكافح. تضرب في جسم صلب وتنزل على الماده المشتعله عشان تعمل نفس الطبقه العازله على الماده المشتعله وتطفيها. طبعا الاغلب هي تستخدم المواد السائله او هي للمواد السائله، فلما تكافح فيها ماده صلبه ممكن ما تطفي معاك
وتستخدم المطفأة الثانية. الحين راح نستخدم المطفأة الثالثة اللي هي مطفأة البودر. المطفأة البودرة هي المطفأة الشاملة، المطفأة الأم، تلاقونها في جميع الأماكن، تلاقونها في السيارات، في المرافق العامة، تلاقونها إذا في المنزل في المطبخ أو في الصالات أو في كل الأماكن اللي تعتبر المطفأة الشاملة. طبعاً طريقة الاستخدام مثل ما ذكرنا لكم إياها من الأول، نفتح زرار الأمان ونبخ بخة كاملة، وإحنا نبخ نرجع بظهرنا على أساس نكون في موضع الأمان. هذه طريقة استخدام البودرة. طبعاً في الختام عندنا مطفأة الماء. مطفأة الماء تكافح المواد الصلبة. مثل ما وريناكم نعيد ونقول طريقة المكافحة مالتها، بخة واحدة في الهواء بعدين تجدم لغاية درجة حرارة تعملها جسمي، ولما نكافح تشوف طريقة المكافحة تصير عن طريق السوب اللي هي يمين ويسار من بداية الحريق إلى غاية ما أوصل مركز الحريق. ما أكافح النار متصاعد، أكافح الحريق نفسه من بدايته إلى ما أوصل إلى مركز الحريق بنفس الطريقة، وأنا كافح أرجع بظهري 3-4 خطوات لغاية ما تم المكافحة وأكون أنا بالأمان. وبكذي هذه طريقة استخدام المطفئات. مثل ما قلنا لكم 4 أنواع مطفئات: البودرة اللي هي شاملة، والماء للمواد الصلبة، والفوم للمواد السائلة، والCO2 للكهرباء وللغاز. وفي الختام أتمنى سلامتكم وأتمنى توفرونها في منازلكم. مشكورين، قواكم الله. مشاهدينا، شفنا رجال الإطفاء شلون قدروا يتعاملون مع الحريق وقومون في مكافحته، وشفنا شلون نقدر نستخدم مطفأة الحريق. يمكن وصلنا لنهاية حلقتنا ولكن ما وصلنا لنهاية التوعية. اليوم التوعية شيء ضروري، إذا إحنا حبينا نحافظ على أسرتنا ونحافظ على البيت يفترض نلتزم شروط الأمن والسلامة الخاصة بالإدارة العامة للإطفاء. هذه كانت حلقتنا في برنامج 1-1-2.